اللي تبقى موجوده، يا اما تبقى موجوده في يوفنتوس فبيقوي فريق يوفنتوس فبيعزز فرص يوفنتوس في الفوز بالدوري، بيكون منافس قوي جدا في الشامبيونز ليج، واكيد بيفوز ببطوله الكاس، واكيد بيفوز ببطوله السوبر. لكن لو في مفاجات غير كده اكيد لاتسيو، اكيد نابولي، اكيد روما، اكيد انتر، اكيد ميلان. بنتكلم على انديه كبيره جدا، لكن في الوضع الحالي بيتاثروا بشكل كبير بعد طبعا الظروف الماديه والاقتصاديه، من حيث طبعا بيع الانديه وموضوع الدرجه الثانيه والرجوع ثاني للدوري السيريا افا. هو ده الدوري الايطالي، لكن احنا بنتمنى ان الدوري الايطالي يبقى موجود بشكل يعني يبقى بشكل اقوى من كده، خصوصا ان احنا معانا واحد من يعني اكثر اللاعبين المصريين خلقا ولعبا وفنا، وواحد كنا بنستمتع بيهم ولعب في الدوري الايطالي، وهو طبعا يمكن متابع جيد جدا ومحلل قدير. هو هيتكلم معانا يعني باستفاضه على الدوري الايطالي، كابتن مصر كابتن حازم امام. برحب بحضرتك. مساء الخير يا عمر، ومساء الخير للساده المشاهدين. ازيك يا عمر؟ كابتن حازم ازي حضرتك؟ عامل ايه يا بطل؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله بخير يا كابتن، دايما منور يا كابتن حازم. وطبعا ما ينفعش نتكلم، ربنا يخلي حضرتك يا كابتن، ما ينفعش طبعا الدوري الايطالي نتكلم عليه من غير وجود حضرتك. هل حضرتك شايف الموسم ده فريق نابولي قادر ان هو يحافظ على تصدره ويفوز بالدوري، ولا يوفنتوس كالعاده هيفضل طبعا مطارد لفريق نابولي وفي الاخر يفوز بالبطوله؟ بص، يعني السنه دي نابولي مختلف، يعني لاول مره نابولي لغايه بعد التوقف الشتاء ولغايه شهر واحد يبقى هو لسه متصدر، ما حصلش ولا مره. كان دايما بيبتدي اول خمس ست سبع اسابيع وبعدين يوقع في النص. المره دي الامور اختلفت شويه، محافظ على الصداره بقى الوقت كتير جدا. يعني بص، اليوفنتوس طبعا لا يكل ولا يمل، الدنيا بالنسبه له ما بيلعبش غير على طول الدوري. لكن انا شايف ان السنه دي لو تلاحظ هتلاقي ان الدوري الايطالي هو الوحيد في الدوريات الاوروبيه الكبرى اللي لغايه دلوقتي الامور لم تستطلع بشكل كبير من الاول، مين الثاني مين هياخد الدوري. يعني الدوري الانجليزي فرق كبير جدا من النقاط، الدوري الاسباني فرق كبير جدا من النقاط، الدوري الالماني فرق كبير جدا من النقاط ما بين الاول والثاني. الدوري الوحيد اللي فيه منافسه ومحدش عارف رايحه فين هو الدوري الايطالي. ده يعني نتيجه ان الفرق ابتدت تفوق شويه، ان كان نابولي، ان كان انتر، ان كان روما، ان كان طبعا يوفي، لاتسيو اللي ماشي بشكل رائع مع انزاجي. فيمكن الناس مش واخده بالها بالدوري الايطالي، يقول لك الدوري وقع والدوري ما بقاش زي زمان. لا، الدوري الايطالي من وجهه نظري حاليا هو الاكثر تشويقا. يعني كابتن حازم، عايز اسال حضرتك، هل نابولي او هل مثلا يوفنتوس محتاج بعض التدعيمات اللي ممكن نشوفها في الموسم القادم او في الموسم الانتقالات الحاليه، ولا حضرتك شايف ان يوفنتوس بالنجوم اللي موجوده فيه هو ده كفايه جدا على انه ينافس في الشامبيونز ليج؟ عشان حضرتك طبعا حضرتك عارف ان هم عندهم ثلاث بطولات لسه، بطوله الدوري، بطوله الكاس، بطوله الشامبيونز ليج، ولا أليجري هيكتفي بالسكواد اللي موجود حاليا؟ والله بص، هو دايما يعني يوفنتوس بيغرد لوحده في الدوري الايطالي، ان كان في يعني كل سنه كان بيجيب اثنين ثلاث او اربع لعيبه جامدين كويسين وبيزودوه بشكل كبير. يعني ابتدى بمراتا زمان، وبعدين مانسوكيتش، وبعدين ديبالا، وبعدين بيانيتش. يعني بيشتغل على ايجواين طبعا، الصفقه الكبيره من نابولي كل سنه كان بيلاقي بيجيب حاجات اللي هو عايزها، وبيجي الناس تلعب وتأدي بشكل رائع. يعني يمكن السنه دي هو جاب دوجلاس لسه ما اداش بشكل كويس، ماتويدي يعني يمكن الاثنين ما اثروش قوي، لكن بيلعبوا كويس، لكن مش هم اللي عاملين الفارق لسه. لسه بيعتمد على الهيجوايين، على حاله ديبالا، على بيانيتش، على خضيرة. فما اعتقدش ان خلاص يعني الموسم ابتدى يخلص، ما اعتقدش ان في حد جامد هيجي يوفي او حتى نابولي. نابولي يعني ذباته ممكن ما تبقاش لعيبه معروفه قوي، لكن بيبقى تيجي في المضمون يعني. وحظه بعض الاوقات كان سيء طبعا في ملك اللعيب اللي جاله اثنين رباط صليبي، هو جاي كان بديل عن الهيجوايين. لكن ميزه ساري ان هو خلق، يعني صف الله، مش قصدي خلق، يعني قصدي يعني عمل لعيب اسمه ميرتنز في مكان ميرتنز كان جاي بيلعب تحت الفراوده من ايندهوفن في بلجيكا، وجاي على اساس انه بيلعب تحت هيجوايين، وكان بيلعب اول سنه بالشكل ده. ولما هيجوايين مشي ولعب ملك وجاله رباط صليبي، فلعبه وظفه لغايه لما يجيبوا حد راس حربه، ومن ساعتها بقى احسن مهاجم يمكن وهداف في نابولي في المكان ده في راس حربه، يجيب اجوان رائعه، وبقى واحد من افضل المهاجمين، يمكن سعره تضاعف اضعاف مضاعفه يعني. ف
بص يعني هم خاطين نابولي ما بيعتمدش على صفقات كبيره قوي، يعني مش هتلاقي لعيب بيعدي ال 20 30 مليون بيجي نابولي، قليل قوي غير ميلك لما عشان هيجوين اتباع، العكس تماما اليوفي. ولكن هي فكره اداره وفكره دير فني بيستخدم اداء اساليبه ازاي. انا بشوف ان ساري واحد من افضل المدربين على مستوى العالم، وخلال سنتين ثلاثه اعتقد ان هو ممكن يعني يروح الدوري الانجليزي وهيدي له ارقام كبيره جدا، وفريق تشيلسي يتكلم معاه. لكن زي ما بقول لك، يمكن انا اشوف ان يوفي نابولي هيفضل الموضوع الصراع ده لغايه الاسابيع الاخيره. طيب هنروح يا كابتن بقى الميلان، بحكم حضرتك طبعا ومتابعتك الفنيه العاليه جدا، سبب الحاله الفنيه السيئه اللي وصل ليها ميلان بعد مونتلا وتعيين جاتوسو، وخلاص يمكن هم سلموا ان جاتوسو هيبقى موجود لاخر السيزون، لكن يعني ماشيين ممكن ماتش كويس ماتش وحش، يعني سبب طبعا الحاله السيئه الفنيه اللي وصل ليها فريق ميلان في الموسم الحالي بغض النظر عن طبعا الامكانيات الماديه الكبيره اللي موجوده. بص، الميلان عنده مشكله وهي اقرب الى بعض الفرق في مصر هنا، وهو ان انت مشتري لعيبه كتير مش معناها انك هتكسب دوري او هتنافس بشكل، المهم اللعيبه دي تبقى عندها القدره انها تنافس ولا لا. يعني هو جاب من كل فج عميق، من فرنسا ومن ايطاليا ومن اسبانيا ومن المانيا ومن مش عارف منين، وجاب لعيبه كتير جدا من كل حته، جاب لعيبه افارقه كمان يا كابتن، وجاب لعيبه من وجاب من كل حته يعني. يعني والناس قالت لك على احسن مدير رياضي في الدوري الايطالي هو فاسوني وماريلي ومش عارف ايه والناس دي. ولكن بعد ما مونتيلا مسك بان ان الكلام لا، يعني الفرقه محتاجه تجانس اكتر، الفرقه محتاجه شغل كبير جدا على المستوى الفني على المستوى الجماعي. فالموضوع مش موضوع انك تجيب لعيبه وخلاص، موضوع ان انت تبقى في سيستم، يبقى في شكل بتلعب بيه، ده مش موجود كان عن الميلان، وده اتكشف. يمكن لعبوا ماتشين ثلاثه ناس فكرت هياخدوا الدوري، وبعدين اول مع اول هزيمه ابتدى يبان ان اللعيبه مش لعيبه ميلان، اللعيبه بالظبط يا كابتن محتاجه وقت كبير، مش اي لعيب بيلعب كويس في حته اجيبه يبقى عندي يبقى في الميلان. الميلان نادي كبير جدا، نادي عظيم يعني طبعا من يا اعظم كابتن الانديه في ايطاليا. ف ميلان محتاج وقت عشان يبني فرقه بالشكل اللي احنا نشوف ان فرقه كبيره زي الميلان تقدر تلعب كوره يعني. كابتن حازم حضرتك لو شايف مين اقرب واحد للقياده الفنيه لميلان الموسم القادم من وجهه نظر حضرتك اللي هيعمل معاهم نتائج طيبه ويكون هو العنصر اللي يرجع ميلان تاني للميلان بتاع زمان؟ بص، مشكله الميلان ان اي مدير فني كبير هو عايز يضمن ان يكون في لعيبه تقدر تزوده، يعني مفيش حد هيقول لك انا هاجي اعمل من سكراتش واحد كبير. يعني انت بتتكلم لو اتكلمت على انشيلوتي مثلا مش هيرضى، احاوله معاه ما رضيش، انا شايف ان الفرقه ما فيهاش الشكل النجوم اللي او هو بيه. تمام فانا ما اعتقدش ان ميلان يجيب حد من نجوم الكبار، ممكن هو يجيب حد ويكبر معاه شويه. هو بيحاول برضه، سمعت على مع ساري مع مش عارف مع مين، لكن انا ما اعتقدش ان نجوم الصف الاول في العالم يعني هيروحوا لميلان دلوقتي، لان كله بيبقى عايز يلعب شامبيونز ليج، كله عايز يشتغل على الحاجات. ما اعتقدش ان ميلان هيخش شامبيونز ليج السنه دي، يبقى صعب جدا. طبعا طبعا. طب كابتن حازم، يمكن روما ودي فرانشيسكو، هل حضرتك شايف التصريح اللي الصحافه الايطاليه كوريرو ديلو سبورت ولا جازيتا قال ان لما محمد صلاح اتباع لفريق ليفربول اخذ جزء معاه من جيكو وبقى مش موجود، يمكن جيكو موجود بس بنص لاعب، هل حضرتك شايف دي فرانشيسكو وروما بيأدوا الاداء المطلوب في ظل الامكانيات المحدوده اللي موجوده مع روما؟ طبعا طبعا. روما اول مجموعه في الشامبيونز ليج يا عمر، انا بتكلم كابتن في الدوري، طبعا انا بتكلم كابتن في الدوري، يمكن في الدوري انا فاهم كمان أنا فاهم. بيتألقوا كمان، يمكن مباراه انتر تقدموا على انتر وخسروا وتعادلوا في اخر دقائق. كابتن حازم طيب، كان معانا طبعا على الهاتف الكابتن حازم امام نجم مصر ونجم طبعا التحليل في